مرحبا بكم أميرتي الجميلات في قناة كوكي بيوتي، مع كوكي لتعلم كل ما يخص مجال الحلاقة والتجميل للمبتدئات وغير المبتدئات أو نصف المحترفات. دونك اليوم راح نديرو قصة لا ديغرادي. ديغرادي هادية تقدر أي واحدة فيكم تقصصها تقبض لو برينسيب. المرة اللي فاتت درنا ديغرادي إيفيلي، يعني تختلف على هادي، لا في الجيد لا في الطريقة تاع كيما نقولو الدرجات تاع القص. وضروري جدا انه يكون الشعر مبلل جدا باه الشعره تتقال بالماء ويجينا القص نتاعنا مسقم ما فيش الاخطاء ولي ديفو. دونك كيما راكم تشوفوا راح نسيباريه على أربعة، نسيبارو كات دوا من الامام الجهه اليمنى وكات دوا من الجهه اليسرى. شوفوا البنات، لازم تكون لا كليونت يعني وجهها تكون هكا طوات، يعني متجهه ديريكت للامام، ما تميلش راسها باش ما يخرج لكمش لي ديفو في لا كوب. دونك اسهل طريقه للمبتدئات، سهله سهله جدا. هاد لا كليونت شوفوا الله يبارك دير الحنه اون ديري دايره دي غفلي اكاجو هكاش كيما الطبيعي. دونك راح نجيب البياني لي سيباري به الماء المقص نتاعي ونبدا بسم الله. شوفوا هنايا راح نبدا بالقيد الاول، نبدا من الوسط كيما عودتكم، نفس التقنيه حتى في لي كوبوكسار ديغرادي استعملوه، توجور القيد هو الاول. انا نوصي فيها قلت لها هنا ولا هنا، توجور انا تقول لي كليونت هنا زيد عليها 2 سنتيمتر باسكو لا ديغرادي مادام تطلعوا مادام ياكلها المقص. البنات شوفوا نديره خط واحد مستقيم، شوفوا يعني مش حاجة اللي صعبة نهائيا، قادرة اي واحدة تخدمها. وضروري جدا ان يكون مقص خاص بالقص ماشي مقص المطبخ او الخياطة، لازم نخدمها برو البنات، ماشي زعما غير تخدموا بتخدموا وخلاص، باش حتى تكون نتوما كي يكون مقص بروفيسيونيل تجيكم الخدمة سهلة ما تجيكمش صعبة. راح نبلل الشعر مليح مليح بالفابو ونعاود نرفد من الوسط القيدة نتاعي ونقصص على التحتانية اللي تبغيها مديكرادية بزاف. شغل كي تبداي تسلكي كيما هاكا طلعي للفوق باه تجيك مديكرادية بزاف، انا منحوسش مديكرادية بزاف، خليتها زاوية قائمة. شوف ها راهي اقصر وحدة اللي كانت من تحت راني نقصص عليها. شوف شوفو راح نجيب الشعرة ثاني هذه في اتجاهي انا، ما نديهاش للاتجاه الايسر، يعني كيما في الايفيلي ندوها في الجهة الاخرى، بصح انا نديه سهم مستقيم الى الامام. هنا ثاني شوفوا نجيبها اون فاس ليا، ما نديه لا منا لا منا باسكو كنت جبدوه تتبدل الزاوية وتجيكم لاكوب عوجة. نقصص على اقصر وحدة ونفيريفي نشوف الكوتي لي من مع الكوتي اليسر، الا خرجوا لي لي ديفو يا هزت راسها يا انا بدلت الزاويه خطا ما كنتش مركزه. دونك هنا ما كاش لي ديفو، نكملوا بنفس الطريقه. علاه سموها ديغرادي ولا كوب مدرجه؟ باسكو تجي كي دروج وحده فوق وحده فوق وحده طبقات. متابعاتي الكرام اللي يعجبهم لي فيديو تاوعي وخدمتي وحابين يتعلموا ومازال ما داروش متابعه، ما تنساوش ديروا متابعه ليصلكم كل ما هو جديد في مجال الحلاقه او التجميل. وايضا اللي حابين يشوفوا يومياتي في مجالي في محلي فيهم يتابعوني على تيك توك اللي هو cookie.beauty 14-tiret اللي هو نفس الانستغرام وفيسبوكي كوكي بيوتي او كوكي بيوتي اي استيتيك. راكم تشوفوا رانا متواصلين بنفس الطريقه، راح نخلي لكم الروابط نتاعهم في صندوق الوصف تاع الصفحات. شوفوا لا ميم شوز. وصحة عيدكم بمناسبة عيد الأضحى، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. نغمام كل شيء راه واضح، شوفوا راني مازلت في زاوية قائمة مانيش نطلع الفوق، بغيتوها مديكرادية طلعوا للفوق تتبدل الزاوية وتجي مديكرادية بزاف. شوف أني فيريفي يلتقيان في نفس النقطة. دونك هنا غير قصيتها لها ما كوافيتها لهاش، راني مبلل في الشعر كيما راكم تشوفوا البنات.
رانا مع الاتصالات تاع الهاتف لي رونديفو تاع العيد كارثه. دونك كيما راكم تشوفوا يا حلوين، نعاودوا لا سيباراسيون توجور من الوسط. شوفوا كيف راني نسلك دروك، شوفوا هنا شويه بدلت الزاويه، طلعتها شويه، غادي تجي شويه مديكرادي. شوفوا كاش ديفو كاش. هنا تقدروا تخدموا طريقه التشفير باش ما تبقاش اون ديماركاسيون، ولا حتى تنشفوه تخدموا بلو سكولتور كيما تحبوا، ولا تخلوه كيما هكا ما فيها باس. بكري ما كان لا تشفير لا سكولتور، كانوا يقصوا وخلاص. دونك نفس الطريقه نطلعوا عليها، ودروك نروحوا لي كوتي نقولكم كيفاش راح تخدموه. لي كوتي مازالو، شتو كي راني نسلك ونسحب الشعر غايه باش ما يخرجوش لي ديفو، لازم تنشطو لي ديفو تري تري بيان. عفوا ماشي لي ديفو باردون، تنشطو الشعر بيان باش ما يخرجلكمش لي ديفو. دونك راني نسجلكم في لا فيديو هادي باش ما نسوبريمياش، نطلعها وراني مشغوله او ميم طون. شوفوا كيف راح نجيب هادي تاع الكوتي مع اطول وحده. شوفوا راح نقصصها مع اطول وحده، كاع طويله راح نقصصها معها. شغل نديرها قيد قيد كامل من الامام والوراء، يكون نفس القيد يعني نفس الطول. وراح ثاني نديها القيد اللي قطعتها ونقطعها كيما قطعت في الوراء نقطع في الامام. تبغوها مديكراديه بزاف طلعوها برك في التسلاك، ولا كي تمشطوها مشطوها للفوق باه تجيكم ديكراديه بزاف في الامام، تجي بيان ايفيلي. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو واستفدتوا منها يعني ولو قليلا. شوفوا هنا راح تبان مليح لوتر كوتي، بان لي شويه الوجه تاع لا كليونت مي خبيته. دونك شوفوا ندي الطول تاع القيد التحتاني. دونك دوكي قطعت عليه راح نعاود نقطع لو كوتي هذاك. شوف شتو القيد نتاعي برا، اقصر وحده هي القيد هاي طاحت ديجا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، اللي استفادوا ما تنساوش ديروا لنا جيم وتخلوا لنا تعليقات شابين وتقولوا لنا رايكم. وهذوك اللي فهموا بزاف نقولكم ورونا خدمتكم ورونا حنت يديكم خير من تورونا طول لسانكم بلا فايده. شوفوا هنايا راهم متلاقين في نقطه واحده، ها هي لا ديغرادي نتاعي كملت. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم باسهل طريقه، تبغوا تكوافوها للداخل ولا برا، لكم حريه الاختيار. سلام.